الآن أعلنت وزارة الداخلية مقتل 4 إرهابيين متورطين في الهجوم على أحد الأكمنة الأمنية جنوب العريش. يأتي ذلك في إطار ملاحقة الإرهابيين المتورطين بمهاجمة كمين العريش. وأضافت الداخلية أنه تم العثور بحوزة الإرهابيين على 3 بندقيات آلية وحزام ناسف. انطلقت امتحانات الدور الأول لشهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي 2018-2019، حيث يؤدي طلاب امتحان مادة اللغة العربية والتربية الدينية. هذا وقد أنهت الوزارة الاستعداد لعقد الامتحانات بجميع لجان سير الامتحان على مستوى الجمهورية، والتي حرصت على توضيح كافة الإجراءات التي اتخذتها أمام الرأي العام من أجل الإعداد الجيد لعقد الامتحانات وضمان تهيئة الأجواء المناسبة لأبنائها الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات هذا العام. أعلن المهندس عادل النجار رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة بأن جهاز المدينة سيبدأ غدا الأحد في تسليم الدفعة 10 من الوحدات السكنية، ويأتي عدد الوحدات السكنية 168 وحدة سكنية 7 عمارات بالمرحلة الأولى بمشروع دار مصر للإسكان المتوسط بمنطقة شمال القرنفل. مواطن الفائز سيتوجه لبنك التعمير والإسكان فرع التجمع 5 لإنهاء إجراءات البنك، ثم توجه لجهاز المدينة بخطاب البنك. قال رئيس المركز الروسي أن التشكيلات المسلحة غير الشرعية من منطقة خفض التصعيد في إدلب شنت هجمات على مواقع القوات الحكومية قرب بلدتي كرناز والحماميات في محافظة حماة، وأشار إلى أن المسلحين يقومون بإعادة تمركز القوات وينقلون التعزيزات والأسلحة والمعدات الحربية، وأنه تم رصد تجمع أكثر من 1000 مسلح بالقرب من بلدة مولك في ريف حماة الشمالي. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن واشنطن توصلت إلى اتفاق مع المكسيك بشأن الهجرة. وأضاف ترامب أن واشنطن علقت الرسوم الجمركية العقابية التي كانت تهدد بفرضها على مكسيكو إلى أجل غير مسمى، موضحا أن هذه التدابير ستؤدي إلى خفض كبير أو القضاء على الهجرة غير الشرعية القادمة من المكسيك إلى الولايات المتحدة.